طيب يعطيك العافية، أتمنى لك أول إشي الصحة والسلامة، وتحافظوا على قوانين السلامة حسب تعليمات وزارة الصحة، ونتمنى لكم كل الخير. اليوم رايحين نعلم حصة أو درس عن تأثير الإنسان على البيئة، اللي هو موضوع اليوم كثير كثير شائك وكثير كثير مهم، وحتى على نطاق دول عم بيحاولوا يخففوا من هذا التأثير السلبي على البيئة. زي ما بنعرف العالم أو الطبيعة موجودة في حالة اتزان بيئي، ما يسمى بالاتزان البيئي. شان اتزان بيئي، المقصود بالاتزان بيئي عندما نقول أن نظاماً بيئياً معيناً موجود في حالة اتزان، نقصد أن تشكيلة الأنواع المختلفة من الكائنات الحية الموجودة فيه وعدد أفرادها يظلان ثابتين تقريباً، وأن نسبة الكمية بين المنتجات من ناحية والمستهلكات من الناحية الأخرى تكاد لا تتغير طول الوقت. أشرحها بطريقة أوضح وأبسط من هيك. يعني أنا إذا بقول عن بيئة حياتية معينة موجودة في حالة اتزان بيئي، هذا يعني أنه من جهة في عندي أنا منتجات اللي هي النباتات موجودة في هاي البيئة الحياتية، من جهة أخرى في عندي مستهلكات. إذا باجي أنا أطلع على كمية وعدد الأنواع اللي موجودة بهاي البيئة الحياتية تقريبا بتظل ثابتة، ممكن تطلع شوي تنزل شوي، بس بالآخر بظل هذا التوازن موجود لفترة معينة. فهذا التوازن اللي موجود في هاي البيئة المعينة والمحافظة على هاي الأنواع اللي موجودة في هاي البيئة تسمى الاتزان البيئي. شرحت على أسباب اختلال التوازن البيئي. السبب الرئيسي لاختلال التوازن البيئي هو طبعا الإنسان. الإنسان أثر على الطبيعة وعلى البيئة باتجاهين، في من ناحية سلبية وفي من ناحية إيجابية. بس رح نشوف كيف أثر من ناحية سلبية. التأثير السلبي هو أكثر بكثير من التأثير الإيجابي اللي رح نشوفه إسه. تأثير الإنسان بلش في عملية قطع الأشجار. قطع الأشجار طبعا كان هنالك عملية قطع أشجار رهيبة في الفترة الأخيرة. طبعا قطع الأشجار الهدف منها هو لصناعة الأثاث بالأساس، وبيوت من خشب، إن كان للتدفئة، إن كان لأي مصدر آخر. فبالتالي عمليا قطع الأشجار بهاي الصورة بهاي الكمية أدى لظاهرة التصحر اللي من المصدر صحراء. العامل الثاني له اصطياد الحيوانات. اصطياد الحيوانات خاصة مثلا إذا باجي على سبيل المثال البيئة المائية اللي هي البحر أو البحيرة، إلى ففي غاد كمية من الأسماك. اصطياد الأسماك بشكل وبوتيرة كبيرة وخاصة فترة التكاثر، هذا بيعمل خلل في هاي البيئة في هاي البيئة الحياتية. فعملية إن كان اصطياد الحيوانات البرية الحيوانات الداجنة، فبهاي الحالة عملية الاصطياد المستمر بتأثر سلبي على التوازن البيئي. التأثير السلبي الثالث اللي هو اختراع الآلات والمعدات الطبية والصحية والعسكرية والصناعية والسيارات وغيرها من الآلات التي تعمل على الوقود. طبعا بالفترة الأخيرة زي ما احنا بنشوف اليوم كل بيت تقريبا فيه سيارة أو سيارتين وثلاث سيارات. فزيادة وسائل النقل وزيادة السيارات هاي كلياتها أدت لاستعمال أكثر للوقود، وزي ما نعرف احتراق الوقود هو يسبب خلل للبيئة. كيف بيسبب خلل للبيئة؟ انه احتراق الوقود يطلق غازات، هاي الغازات بدها تروح على الجو، فهاي الغازات راحت على الجو، فراح نشوف لقدام كيف انه هاي خلقت عدم توازن في البيئة الحياتية. العامل اللي بعده استخدام المبيدات الحشرية والمواد العضوية والكيماويات التي أثرت بشكل سلبي على الهواء والنبات، فهي ترفع بشكل كبير نسبة الغازات السامة في الهواء. المبيدات الحشرية احنا بنسميه باللغة العبرية الرصوص، إن كان مبيدات حشرية وإن كان أسمدة، كل هذه أثرت على البيئة وعملت خلل في التوازن البيئي. استخدام السفن البحرية وناقلات النفط مما أدى إلى تلوث البحار. كيف ممكن استخدام السفن البحرية وناقلات النفط أدت لتلوث البحار؟ زي ما نعرف أنه السفن بتنقل، أول شيء السفينة نفسها هي
حتى تتحرك بدها طاقة وبدها وقود فينطلق غازات منها. والشغل الثاني واللي الأهم اللي هي النفط اللي بتنقله هاي السفينة. نفرض لا سمح الله إذا صار في خلل بهاي السفينة التي تنقل كميات هائلة جدا من النفط، صار فيها خلل معين والنفط صار يسيل ويجري على سطح البحر، فبالتالي هذا بده راح يعمل ضرر بيئي كبير جدا على كل الكائنات اللي موجودة في هاي البيئة الحياتية اللي اسمها بحر، إن كان على الطيور اللي بتعيش على سطح البحر، إن كان في الكائنات البحرية، إن كان على الأسماك. النقطة اللي بعدها اللي أثرت تأثير سلبي على التوازن البيئي هي اتزاع والزحف العمراني الذي أدى إلى تقليل الأراضي الزراعية. زي ما نعرف اليوم الناس كثرت، بين الناس كثرت بدها أماكن سكن، الأماكن السكن والعمارات والبنيان إجا على حساب الأراضي الزراعية، فبالتالي بطل في عندنا أراضي زراعية كافية بالمنطقة أو في البيئة الحياتية اللي عايش فيها الكائنات الحية، فبالتالي هذا عمل خلل معين وخلق عدم توازن في البيئة الحياتية. فزيادة العمران العمارات اللي هي سببها طبعا تكاثر الناس، وسلا قدام راح نشوف كيف قديش كيف نسبة السكان بالعالم ارتفعت بشكل رهيب. النقطة اللي بعدها اللي هي تطاير الأتربة الناعمة عن طريق الرياح والآلات التي صنعها الإنسان. طبعا الآلات والمياجن كلياتها هاي ملوثات للبيئة وعملت خلل وعملت عدم توازن بيئي. والنقطة اللي بعدها هي التطور التكنولوجي وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا. طبعا كل ما تطورت التكنولوجيا كل ما تطورت الماكينات، وبذلك أدت إلى خلل في التوازن البيئي. بس ما ننسى من جهة ثانية أيضا الإنسان أثر بطريقة إيجابية على البيئة. كيف الإنسان بيأثر بطريقة إيجابية على البيئة؟ بس راح نشوف كيف الإنسان، إحنا ما نيجي نظلم الإنسان، لأنه كمان في عنا العوامل الإيجابية اللي فيها الإنسان بيأثر على البيئة. على سبيل المثال زراعة الأشجار، اليوم زي ما احنا بنعرف انه في عنا مؤسسات، في عنا جمعيات التي تقوم بعملية زراعة الأشجار. يعني لما بالفترة الأخيرة كان في عنا حريق في منطقة الكرمل، شفنا قديش الجمعيات وخاصة كيرن كيمت وجمعية محافظة جمعية حماية الطبيعة قاموا بزراعة آلاف من الأشجار ومن الأشتال الجديدة. أيضا على نطاق مدارس، إن كان في عيد غرس الأشجار كل مدرسة بتتبنى من أجل زراعة الأشتال وزراعة الأشجار الجديدة. فزي ما شايفين هنا إنه زراعة الأشجار هي بتساهم من ناحية إيجابية في خلق توازن في البيئة. فالإنسان هو يقوم بزراعة الأشجار من أجل التعويض عن الأشجار التي اقتطعت أو الأشجار التي احترقت وإلى آخره. السبب الثاني اللي بحاول يرجع هذا الاتزان واللي هو عامل إيجابي اللي بيعمله الإنسان اللي هو تحويل فضلات الطعام إلى أسمدة. زي ما بنعرف اليوم في عنا كثير فضلات طعام، كمية فضلات هائلة جدا. اليوم في عنا مصانع اللي بتحول هاي الفضلات لأسمدة اللي بسموها كومبوست، اللي قدام راح نشوفها ونحكي عنها. فواحدة من العوامل اللي أدت لإعادة التوازن البيئي نوعا ما واللي هي طريقة إيجابية عند الإنسان اللي هي تحويل فضلات الطعام إلى أسمدة. الشغل الثالث اللي إعادة تدوير بعض النفايات اللي هي زي استخدام متكرر، إعادة تدوير وتقليل. اليوم على سبيل المثال نأخذ كوباية بلاستيك نتفرج عليها من وراء في إنها إشارة الأسهم، هاي الإشارة اللي بتشوفوها هيك بكون مكتوب فيه بقلبها رقم. هاي الإشارة معناها إنه هاي الكوباية البلاستيك صارت معاد إنتاجها وتصنيعها 3 مرات على سبيل المثال. فإعادة تدوير النفايات واستخدام متكرر هي
عامل إيجابي جدا 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 في المحافظة على التوازن البيئي. أعطيكم بعض الأمثلة على هاي النقطة. اليوم طبعا في عنا جمعية اسمها آلا بالعبراني اللي هو السوف اللي معنا هزفيفا اللي فيها بيحاولوا يسترجعوا كل القناني المستعملة حتى يعملوا ويجددوها من أول وجديد. أشياء بنشوف إنه في بعض المدارس تبنت فكرة اللي هي المدرسة الخضراء اللي فيها كل طالب بيجمع هاي العلب. في عنا ثلاث أنواع من العلب، في عنا القزاز أو القناني القزاز المستعملة، في عنا القناني البلاستيك، وفي عنا القناني المعدن اللي مصنوعة من التنك أو المعادن. فهذول بيجمعوهن بيعاودوا يستخدموا استكرار وبيكرروهن حتى يعيدوا استخدامهن من أول وجديد. في مثلا بعض المحلات اليوم حتى يحاولوا يخففوا من الاستعمال وخاصة البلاستيك بشكل كبير، انه مثلا كوبايات الشرب بيستعملوا بس كوبايات قزاز. ليه؟ لانه هذا بسموه استخدام متكرر، نفس الكوباية انا بقعد اشرب فيها اخر مرة ومرتين وثلاثة، بينما كوباية البلاستيك انا بشرب وبزتها بشرب وبزتها، وهيك احنا عمليا منزيد كمية النفايات اللي موجودة في البيئة. فبهاي الطريقة استخدام متكرر هي عمليا بنقلل فيها من الضرر البيئي. إعادة تدوير، مثلا إذا عندي أنا بلاستيك اليوم بأخذ البلاستيك بطحنوه وبصهروه بعود يرجعوا يعملوا منه منتجات جديدة. بنفس الطريقة الورق، الورق مثلا اليوم بأخذ الورق بقصقصوه بجمعوه بعودوا يعملوا له إعادة تدوير وإنتاجه من أول وجديد. بهاي الطريقة عمليا بقللوا من كمية النفايات الموجودة في الطبيعة وفي العالم. فلما بقللوا من كمية النفايات الموجودة في الطبيعة وبالعالم، بهاي الحالة احنا عمليا رجعنا التوازن نوعا ما. فهذا ايضا نوع من التأثير الإيجابي للإنسان على البيئة. رح نشوف فيلم صغير اللي بيبين بالضبط فيه كيف الإنسان أثر على البيئة. فياريت تنتبهوا منيح منيح للفيلم وتركزوا بكل شغلة فيه. رح نشوف قديش هو فيلم كاريكاتيري نوعا ما، بس هو فعلا يجسد ويشرح الواقع بالنسبة للبيئة الحياتية. هات نشوف الفيلم مع بعضنا البعض. زي ما شفنا الفيلم كيف هنا بيحكي فعلا واقع من حياتنا اليومية اللي فيه مبين بالضبط كيف الإنسان أثر على البيئة بطريقة سلبية جدا جدا. طبعا بهاي العارضة هنا الشيكف اللي بتلاحظوا عدد سكان العالم بالمليارات، طلعوا كيف الدالة هنا ارتفعت بشكل رهيب. طبعا هذا هاي المعطيات لحد سنة 2000، احنا اليوم 2020، يعني اذا احنا بدنا نيجي نكمل الرسم البياني يمكن احنا نكون موجودين هون بهاي القمة. فبالتالي زيادة عدد سكان العالم اثر بشكل كبير على ان كان على البنيان، ان كان على استهلاك المواد الغذائية والى اخره. تأثير الانسان، كيف الانسان اثر؟ بعدة عوامل. العامل الأول اللي هو غازات ضارة، إن كان ثاني أكسيد الكربون، إن كان ثاني أكسيد الكبريت، إن كان غازات النيتروجين، كلها هاي أثرت. طبعا لما أثرت هاي الغازات عملت ما يسمى بالمطر الحامضي. المطر الحامضي هو يضر أيضا في البيئة. غاز ثاني أكسيد الكربون عمل تأثير على قضية الدفيئة اللي بيسموه بالعبراني إفكت حمامة. اليوم التغيرات في المناخ بتشهد على هذا التغيير. طبقة الأوزون، الأسمدة ومبيدات الآفات أو الحشرات، المجاري البيتية. طبعا قلنا لما كثرة الناس كثر العمار المجاري البيتية آخذة في الازدياد. التلويث النووي، الدول اللي بتعمل اليوم مواد نووية وصناعة نووية ايضا اثرت وعملت تلويث معين. نفايات الصناعه والنفايات الصلبه، ايضا النفط
كل هاي العوامل مع بعضها البعض اجت تحت إشي اسمه تلويث، عملت عملية تلويث. في عنا أيضا مشاكل بيئية ثانية اللي هي تسمى استنزاف المصادر الطبيعية. في عنا مصادر اليوم بالطبيعة اللي مصادر طبيعية، هاي المصادر شوي شوي عم بتقل، فهي لما بتقل عمليا بتضر في البيئة. زي مثلا التربة، مثال آخر الوقود العضوي، غابات طبيعية، المجمعات المائية. هاي المصادر اللي هي بالطبيعة، إذا بنأخذ المجتمعات المائية، المجتمعات المائية على سبيل المثال إنه الإنسان صار يستهلك كمية أكبر من المي، إن كان مي للزراعة، إن كان مي للشرب، إن كان مي لأي استعمال آخر. الغابات الطبيعية، الغابات الطبيعية شفنا إنه عمالة تقل، إن كان عن طريق الإنسان في قطع الأشجار وإن كان بالحرائق. فهاي العوامل كلياتها الموجودة هون اللي هي المصادر الموجودة في الطبيعة، مصادر طبيعية، شوي شوي بلشت تقل. لما بلشت تقل عملت مشاكل بيئية بالإضافة طبعا للتلويث. يعني أن المشاكل البيئية سببها أن التلويث وأن استنزاف مصادر الطبيعية. بهذول الاتجاهين هن عملوا المشكلة البيئية وخلقوا عدم توازن. نطلع استراحة صغيرة ونرجع نكمل.
يعطيكم العافية. زي ما حكينا المشاكل البيئية سببها قلنا التلويث مع هاي مصادر التلويث تبعتها من جهة، ومن جهة أخرى استنزاف مصادر الطبيعية اللي هي مصادر اللي موجودة في الطبيعة اللي هن هذولا. فإن كان مصادر التلويث وإن كان المصادر الطبيعية، هذول الجهتين عملوا مشاكل بيئية. نيجي الآن لتلويث الهواء. كيف كان تلويث الهواء؟ الغازات الناتجة عن حرق مواد الوقود، زي ما نعرف اليوم هو أكبر عامل مؤثر في تلوث البيئة اللي هو مواد الوقود، إن كان ثاني أكسيد الكبريت، إن كان ثاني أكسيد النيتروجين، إن كان ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد الكربون وكلوروفلورو كربونات وميثيل بروميد. هاي مواد الوقود منين تطلع؟ طبعا زي ما نعرف اليوم السيارات ازدادت بشكل هائل، وسائل النقل ازدادت بشكل هائل، فكلياتها هاي بتشتغل على وقود. فالوقود لما بيحترق ومثله مثل أي مادة عضوية ينتج غاز، فلما بنتج غاز هذا الغاز بده وين يروح؟ بده ينطلق نحو الطبيعة، فبالتالي بيؤدي إلى تلوث الهواء. طبعا شو النتائج؟ أضرار بالصحة، لما الإنسان بتنفس بطل يتنفس هواء نقي، بصير يتنفس هواء اللي هو فيه مواد مضرة وغازات مضرة. المطر الحامضي، طبعا بالنسبة للمطر الحامضي هاي المواد هاي كلياتها أكاسيد. إذا نجي شوي على الكيمياء، هاي المواد هي عمليا أكاسيد لا فلزات. زي ما نعرف من ناحية كيميائية أكاسيد اللافلزات لما تتفاعل مع المي، أكاسيد اللافلزات لما تتفاعل مع المي بتكون حامض. فعندي أنا الدنيا عمال تشتي، بصير تفاعل كيماوي مع الغازات اللي هي غازات العناصر اللافلزية، فبالجو بيختلطوا مع بعض ويسقط وينتج مطر حامضي زي أحماض النيتروجين، أحماض الكبريت، أحماض الكربون وإلى آخره. فهاي الأضرار الأولى اللي هي المطر الحامضي. الشيء الثاني هو الانحباس الحراري، بيأثر طبعا على طبقة الأوزون، بتصير كمية الحرارة الموجودة في الكرة الأرضية عالية جدا. عشان هيك بنلاحظ بأيام الصيف صرنا نشعر، وحتى نسمع من أبائنا أو من جدودنا، إنه بزماننا ما شفنا هذا الحم، بحياتنا ما سمعنا عن هذا الحم أو عن درجات الحرارة هي المرتفعة. شو السبب؟ السبب طبعا تلوث الهواء وطبقة الأوزون، انحسار الأوزون. طبعا الزراعة العامل الثاني اللي تدخل فيه الإنسان في الطبيعة هو الزراعة. كيف ممكن الزراعة أثرت على البيئة وما حولها وعلى البيئات الحياتية؟ طبعا نعرف الزراعة بلشت قبل 10,000 سنة تقريبا، كانت زراعة بسيطة، أشياء بسيطة، لقى الفلاح يزرع شوية حمص شوية فول شوية عدس حتى يقدر يعيش يعتاش منها. بالقرن العشرين مع الثورة الصناعية الزراعة زادت بشكل مكثف، فلما زادت الزراعة وعملية الزراعة بشكل مكثف صار فينا استعمال الأسمدة الاصطناعية. هاي الزراعة بحاجة لسماد، فالسماد هو مواد اصطناعية. بما انه زرعت الزراعة بشكل مكثف صرنا نستعمل المبيدات حتى نعمل ونرش هاي المبيدات، ان كان الاعشاب الضارة ان كان الحشرات الضارة التي تصيب الزراعة وتصيب المحصولات الزراعية. المكنة الزراعة في الحراثي والحصاد والري والتسميد ورش المبيدات، فهاي ايضا اثرت على البيئة. تحسين الاصناف وراثيا، يعني اليوم مثلا زمان كنا زمان جدودنا كنا نشوف الفليفلة الفلفل نوع واحد، اليوم راح دكانة الخضرة بنشوف الفليفلة 4-5 انواع، الاصفر الاخضر البرتقالي الذهبي والى اخره. صرنا نشوف هذا التصنيف. طبعا هاي المعدات الزراعية الاصناف كلها تم تحديثها وتحسينها من ناحة وراثية. طبعا بالإضافة إلى كل ما ذكر فينا تلويث التربة والمياه الجوفية بالأسمدة يؤدي إلى أضرار صحية وازدهار الطحالب، تلوثت التربة. أيضا
تأثير مبيدات الآفات على الصحة والبيئة مثل الدي دي تي ومثيل البروميد، هاي أثرت لأنه هاي بتستعمل في صناعة المواد المبيدات الحشرية، فبالتالي بتأثر على الصحة وعلى البيئة. استهلاك الماء في الزراعة يعني زاد عمليا بشكل كبير، بما أن الزراعة زادت زاد استهلاك الماء، يعني الماء صارت هي كانت المصدر الأساسي للشرب، بطلت مصدر أساسي للشرب صارت أيضا مصدر أساسي في الزراعة، فعمليا كمية المورد الطبيعي اللي اسمه ماي راح يقل. ليه راح يقل؟ لأنه في عنا استعمال للزراعة. بالإضافة إلى ذلك استغلال الأراضي للزراعة، هاي خلصنا بالنسبة للزراعة. نيجي الآن للمجاري البيتية، تلويث المياه بالمجاري البيتية، تأثير مواد التنظيف على مجمعات المياه مثل البي اتش والزهار الطحالب، تغير البي اتش. يعني اليوم عندنا عمليا المجاري البيتية هي أكبر عامل مؤثر على البيئة، فهي المجاري أو مياه المجاري أثرت على البيئة، وبالإضافة إلى مواد التنظيف التي تستعمل في البيوت. تأثير الكائنات الدقيقة على البيئة وصحة الإنسان، فحص جودة المياه. نجي الآن للنفايات. زي ما نعرف أن النفايات تقسم لعدة أنواع، النوع الأول اللي هو النفايات الكيماوية اللي هي من جميع المواد الكيماوية على شتى أنواعها المختلفة. فينا النفايات الصلبة، كل ما يتعلق بالنفايات الصلبة. طبعا اليوم حسب المعطيات الموجودة في الدولة أنه كمية هائلة من النفايات الصلبة اليوم عم تطلع من البيوت، وخاصة بالفترة الأخيرة اللي احنا فيها موجودين داخل نسميه الحبس المنزلي، منشوف قديش في عنا كمية نفايات صلبة، لأنه بما أنه الإنسان موجود في البيت عملنا استهلاك المواد الغذائية صار بشكل كبير، فبالتالي كمية النفايات ازدادت بشكل كبير. نفايات النفط، طبعا إن كان نفايات النفط إن كان في مصادر النفايات النفطية هي بالأساس محطة توليد الطاقة، إن كان محطة تكرير النفط أو البترول، إن كان استعمال النفط في المواد وفي المركبات ووسائل النقل وإلى آخره، فإن النفايات النووية اللي هي أيضا تحدث ضرر بيئي هائل جدا على البيئة، لأنه طبعا نعرف أن الإشعاعات النووية وما يتبعها من نفايات يجب حفظها في مكان آمن جدا جدا، فكلها هاي بتأثر على البيئة. بالإضافة طبعا للأضرار بالتنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي هو نوع من الكائنات الحية اللي موجود في بيئة معينة، فعدد الأنواع ازداد في بيئة معينة، أو خلينا نقول موجود في التزام بيئة عندنا كمية معينة من الأنواع الحية الموجودة في بيئة معينة، فبالتالي صار في عليها ضرر. كيف صار عليها ضرر؟ راح نيجي لقدام نشوف كيف صار عليها هاي ضرر. شو التنوع البيولوجي؟ هو عمليا عدد الأنواع الكائنات الحية الموجودة في بيئة معينة، والمواطن هدم هاي البيئات الحيادية الطبيعية وتجزيئها، انقراض أدت لانقراض الأنواع وغزو الأنواع، استغلال زائد للموارد الحيوانية والنباتية، إن كان صيد الحيوانات، إن كان صيد الأسماك، إن كان قطع الغابات، إن كان قطع الأشجار، إن كان حرائق، فكل هاي العمليات كلها تأثرت على كمية الأنواع. مثلا لما صار حريقة الكرمل كمية الأنواع من الكائنات الحية انقرضت أو قلت بشكل مباشر. فمثلا بعطيكم مثال على نوع من الكائنات الحية النباتية في حريقة الكرمل. لما صار حريقة الكرمل طبعا النار التهمت تقريبا كل شيء، فعملية عدد الكائنات الحية والتنوع البيولوجي انضرب بشكل رهيب في هاي المنطقة، فبالتالي عدد الكائنات الحية إن كان من الحيوانات قل وإن كان من النباتات أيضا قل. بس بدي أعطيكم معلومة أنه بعد ما حريق الكرمل صار إجوا فحصوا أي نباتات اللي قدرت تتأقلم وتعيش بعد هذا الحريق، فشو تبين؟ النباتات اللي اسمها جيوفيتات. جيوفيتات هي تعريفها للجيوفيت هي كل مادة أو كل نبتة أو كل كائن حي يخزن نواتج التمثيل الكلوروفيلي داخل التربة أو بقلب التربة على شكل درني أو بصلي، فزي النرجس عصر راعي وإلى آخره
بين انه هاي النباتات هي طلعت اول شيء بعد الحريق. فبالتالي عمليا هذا النوع حافظ على حاله نوعا ما في هاي البيئه الحياتيه، بس باقي الانواع ما بتقدر تحافظ على حالها. فبالتالي قلت او انقرضت قسم كبير من الحيوانات، وهذا ادى طبعا لضرر في التنوع البيولوجي بسبب كل هذا الخلل وعدم الاتزان والضرر الكبير في البيئة. صار في عنا ما يسمى حماية الأنظمة البيئية. كيف صار في عنا حماية من الأنظمة البيئية؟ إن كان تقليل من تلويث الهواء، استعمال طاقة نظيفة، يعني اليوم بدل ما يستعملوا الطاقة عن طريق الفحم الحجري أو الطاقة عن طريق حرق الوقود، اليوم بدوروا على طرق طاقة بديلة نظيفة. إن كان طاقة عن طريق الرياح، نشوف اليوم عم بركبوا في الأماكن المرتفعة مراوح، كميات كبيرة من المراوح حتى ينتجوا منها طاقة، أو عن طريق المياه. فبالتالي استغلال هاي الموارد الطبيعية اللي هي بتعطي طاقة نظيفة فيهاش تلوث للبيئة، منشوف بالفترة الأخيرة إنه استعمالها عمال يزيد. فهاي أيضا نوع من حماية الأنظمة البيئية أحسن ما يستعملوا حرق الوقود أو حرق الفحم الحجري. تطهير مياه المجاري، اليوم في عنا أماكن معينة اللي أو مجمعات اللي وظيفتها تطهير مياه المجاري وإعادة استعمالها من أجل الزراعة. المكافحة البيولوجية، اليوم مكافحة بيولوجية أو الإبادة البيولوجية حتى نخفف ونقلل من الضرر، استعمال مفترسات، طفيليات، تعقيم الذكور إنه حتى ما يصير في عنا كمية تكاثر بشكل كبير، استعمال كائنات دقيقة دقيقية طبيعية أو مهندسة. فبالتالي كل هاي تحمي النظام البيئي. الزراعة العضوية، استعمال زبل طبيعي أو الكومبوست، تطهير الشمسي للتربة، يعني ينظفوا بيفردوا التراب وأشعة الشمس عمليا بتنظف التربة، استعمال أصناف صامدة أمام الآفات. فكلياتها هاي جاءت من أجل حماية الأنظمة البيئية. طبعا بالإضافة إلى إعادة استعمال الورق، البلاستيك والحديد اللي شرحنا عنها قبل شوي، الاستحداث والتدوير ريسايكلينج اللي هي عمليا إعادة استعمال زي البلاستيك، قنان البلاستيك، إن كان قنان القزاز، إن كان قنان المصنوعة من المعدن. اليوم مثلا في ظاهرة اللي هي القزاز مثلا بكسروه وبيجي معنا بنصنعه منه تماثيل أو أشكال. العجال، العجال بعد ما تخرب أو يكبوها العجال بيجوا مثلا بدهنوها، بحطوا فيها تربة وبيزرعوها، بنعمل منها قوير ومزهريات ومناظر أو أشكال أو إلى آخره. إنشاء المحميات الطبيعية، شمورو التيفا، مكافحة الحرائق الكبيرة ومنع الصيد. اليوم على المحل ما نشوف، بس تولى أي حريقة الإطفاء بيجي بسرعة كبيرة جدا حتى يقدر يطفي هذه الحرائق. مقاومة أنواع الغازية، النوع الغازي هو نوع من الكائنات الحية اللي هو مفترس أعلى، بيجي يفترس كائنات حية موجودة في بيئة معينة، وهيك عمليا بقلل من هذا النوع المفترس. كيف احنا ممكن نحافظ على هاي البيئة الحياتية؟ عمل محميات طبيعية للحيوانات من أجل محافظة عليها من الانقراض، استصلاح جميع الأراضي الزراعية وعدم البناء المباني عليها. هاي احنا كيف ممكن نحافظ على هاي البيئة؟ وضع قوانين من قبل الدولة للحد من الصيد العشوائي للحيوانات، استبدال الآلات والمعدات الملوثة للبيئة بأشياء أقل ضرر حتى نقدر نحافظ على البيئة، وضع أدوات ومعدات تساعد في تقليل أضرار الدخان المصانع والسيارات والآلات الزراعية والصناعية. اليوم نشوف في محطات توليد الطاقة بيعملوا زي أنبوب طويل كثير أو محطات تكرير النفط عشان الدخان يطلع لفوق حتى ما يضر في البيئة الحياتية، زراعة المزيد من الأشجار من أجل منع عملية التصحر، تقليل من استخدام المبيدات الحشرية واستبدالها بالسماد الطبيعي. راح نشوف إسا هنا كيف اليوم واحد من الطرق اللي العلماء بتطلعوا لها قدام كيف ممكن يقللوا من عملية
تلوث البيئة اللي هو بسموه بيت موفر للطاقة، بيت سكن اللي وظيفته موجودها طبعا في موقع متاح. إذا بنشوف هنا هذا البيت عندنا هون، أنا بقدر أحدد لون السطح، مثلا بدي لون السطح أسود، بدي مثلا بدون عزل أو ما أحط عليه الكالكار، درجة الحرارة مثلا برا بالصيف 42 درجة مئوية. طلع قديش عندي استهلاك الطاقة بالوات؟ 3798. بينما إذا بدي أجي أغير مثلا أحط لون السطح أحمر، لون السطح أحمر، شوفوا كيف الفرق بين لما السطح أسود والسطح أحمر. بينما إذا بتنتبهوا إذا بحط السطح لونه أبيض ثلاث نزل عنا كمية استهلاك الطاقة بالبيت. إذا باجي أحط مثلا مادة عازلة، انتبهوا كيف هنا قلت كمية الطاقة. إذا بتلاحظوا انتبهوا هنا، إذا بغير مثلا على سبيل المثال بحط درجة الحرارة برا 23، 9 فقط كمية الطاقة المستهلكة خلال الساعة. بينما لو كان الجدار لونه أسود 50 وحدة طاقة احنا مستهلك في هذا البيت. طبعا هون انا بقدر اغير وابدل ايش بدي بهاي المهمة، موجودة طبعا في موقع آفاق. في عندي هنا الجدران، انا بقدر اغير الجدران، ممكن الجدران تكون من بطون 1564 وحدة، بينما اذا بحط من البلوك 1500، اذا بحط بطون ذو مسامات 1564. إذا بحط أنا هنا عزل للبيت بقدر أحط عزل، تبهوا شكيف بتغير كمية الطاقة مع كل تغيير بعمله أنا في البيت. الشباك، حتى الشباك إذا هو لوح واحد تلقى قديش كمية الطاقة، بينما إذا بحط لوحين، في تعرف مرات الزجاج بيجي لوحين مزدوجين وبيناتهم في فراغ اللي هو هواء، بكون فراغ او هواء اللي هو عبارة عن طبقة عازلة يعزل دخول الحرارة للبيت، تلاقوا قديش الفرق بين لوح واحد ودرجة الحرارة اللي موجودة في هذا البيت. فاليوم اذا بنجي احنا بنيجي من ناحية صناعية نصنع او نكون بيت ولو مجسم بهذا الشكل بهاي المواصفات، انا بقدر عمليا اقلل من اضرار البيئه بشكل رهيب. كيف بقدر اقلل؟ انا استهلاك هنا عملية استهلاك الكهرباء اللي هو المزجان اللي بيشتغل بهاي الغرفه، انا بقدر اقلله، اقلل استهلاكه، اقلل استهلاك الطاقه، وبالتالي بيقلل من حرق الوقود وحرق الفحم الحجري من اجل انتاج الطاقه الكيماويه، الطاقه الكهربائيه. بتمنى انه كانت الحصه ممتعه. في عندنا هون وظيفه بيتيه، كل طالب منكم بيقدر يعمل سرقة للباركود هنا ويحل الوظيفة البيتية. الوظيفة البيتية هي عبارة عن أسئلة اللي بتتعلق في تأثير الإنسان على البيئة. طبعا كل طالب بيقدر يعمل سرقة لهذا الباركود. نعطيكم مدة دقيقة تعملوا سرقة للباركود، ويعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم الصحة. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.